أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا.